مساكم الله بالخير، وينك فيه؟ جس. شلونكم يا شباب؟ هذه من أنا قلت لأحد يتكلم يا شباب لنعطيه اللي معه فنجان ينزله نزع الطاولة. هذا تبع مين ذا؟ صابلك. سلمات شيك. يدي اليوم. ها؟ طلعت على يدي اليوم في البث. هذا من اللعب اللي أنت تسوونه. لا هو بلعب سباق. أنت شيك. أنت أبو عصاد. ها رجلي. ها؟ رجلي. شيل. تمزق في العضلة الخلفية في الفخذ. الحين العدد كامل؟ طيب. شباب في شيء احنا بنتكلم عن ال 15 يوم اللي عدت عليكم في البرنامج وش اللي صار فيها من اخطاء وش الاشياء انتم سويتوها كانت سلبية واثرت عليكم واثرت حتى على المتابعة لكم من الاشياء اللي انتم ما وفقتوا فيها ردودكم على المقدمين وتقييمكم للمقدمين، هذا المقدم يصلح وهذا ما يصلح. هذا مو بشغلك انت. الإدارة هي اللي اختارت المقدم وتعرف من المقدم اللي يدير الفقرة بشكل مطلوب. أنت جاي هنا كمتسابق، ما جيت تقيم الناس. أنت لو في التصفيات بتقول لي ترى أنا جاي أقيم الناس، ما دخلت البرنامج. في التصفيات تقول لي أنا خلال 90 يوم بقدم شيء أظهر فيه مواهبي، وين مواهبكم؟ أنا ما شفت مواهب بينت في 15 يوم. للأسف كلها هالمخدات ولا تلعبون على شيلات ما شفت شيء ثاني معقولة بتمشون الأيام كلها بهالشكل وين شعرانا وين المنشدين وين أصحاب الرياليتي وأصحاب المحتوى وين محتواكم جدا نازل تكرار السيناريو يوميا لو ما عندنا لها المخدات نلعب فيها جدا بايخ على الشاشة يا أخي اجلسوا مع بعض تحت الهواء عدوا لأنفسكم ما يخالف احنا بكرة شو راح نقدم يا شباب كل واحد يجيب مبادرة يجيب أما سوالفكم هذه اللي جالسة تصير اليوم تراسلني واحدة من الأمهات بتقول عيالي تأثروا بالشباب اللي عندكم بغرب بهالمخدات شلون احنا نقول للناس هذول قدوات ولا نقول لهم لا تتابعون الشباب هذول ترى مهم قدوة لازم الواحد يكون مسؤول عن تصرفاته انت الان داخل في عمر اعلامي لابد انك تعرف وش الاشياء اللي انت لازم تسويها على الشاشه هالثلاث شهور هذه بتختصر لك ثلاث سنوات قدام في الاعلام ليش ما تستفيد منها زميلكم اللي غادر امس بندر ما كان يتوقع انه بيغادر بهاللحظه لازم اني انا كنا نستفيد من الايام اللي راحت اما كلها اخطاء وكلها رياليتي ومحتوى نازل جدا لا غلط ارجعوا بالذاكره شوي ورا أنا ما جيت هنا عشان أقول بهالمخاد ولا أنتقد مقدمين ولا أقول هذا يصح ولا هذا ما يصح أنا جاي أظهر مواهبي أمام الناس وإذا كنت أنا السبت القادم مغادر وإذا أنا ارتكبت خطأ وتم استبعادي ورحت بعدين للبيت واكتشفت أني أنا ما قدمت شيء خلال هالأيام فيه ناس منكم مرة خلال 15 يوم ما بينوا نهائي ما أدري شو السبب يمكن اللي بينوا خمسة ستة وبينوا حتى بتصرفات غير جيدة البقية نايمين ما أدري شو السالفة الجميع راهن على نسختكم وراهن عليكم لكن للأسف إلى الآن أنا ما أشوف في شيء ممكن يشدني أتابع الشاشة بعدين المقدم اللي بيجي والناقد اللي بيجي ترى مسجل عقد إنه يجي ينقدك أنا بشوف قدرة التحمل عندك وشي هل كل كلمة تجيبك أنت كل ما حد تكلم فيك ولا انتقدك بيبتدي